المنيا واسوان وسوهاج، سوري المنيا واسوان واسكندريه. احنا هنخش على الاماكن ديت، هنخش على المصانع، هنخش على الشركات الكبيره، بحيث انه محدش يبقى عنده مرض وهو مش عارف. عايز اقول لك ان احنا استعنا معالي وزيره الصحه استعانت بالقاعده الانتخابيه، بيانات الناخبين، هنفعل هذا الشيء بحيث انه عندنا تعليمات واضحه وصريحه ومحدده من سياده الرئيس انه لابد وفي خلال سنه ينتهي هذا الفحص. ان نتج عندي 4-5 مليون مريض يجب ان ياخذوا علاجهم في التو واللحظه ودون اي كلفه يتحملها المريض المصري. طيب حضرتك بتكلمني في خلال سنه، من يعني احنا بنتكلم على منتصف العام القادم نكون مخلصين 45 مليون مفروض. لا يا فندم، لا يا فندم، احنا من دلوقتي عندنا فتره اعداد 3 شهور. ايوه، لانه تم تكليف صندوق تحيا مصر ان هو يقوم بدور المقيم للتجربه، عشان يبقى حد من خارج وزاره الصحه ومشارك في نفس الوقت. صندوق النهارده احنا العاملين فيه الحقيقه لازم احييهم، هم ولا واحد فيهم بيظهروا في الاعلام ولا في الميديا، لكن دول مجموعه رائعه من الشباب اللي بيشتغلوا ليل نهار. بدانا التواصل مع منظمه الصحه العالميه، بدانا نحط الاسماء دي علشان خاطر الناس اللي ليهم خبرات سابقه في مثل هذا المسح الطبي بالملايين، علشان ناخد التجارب منها. وانا النهارده قلت لسياده الرئيس احنا مش هنبدا يا فندم على عجاله، علشان ندي حضرتك ارقام ونتائج يطلع فيها نسبه خطا كبير، فنعيد المشوار من جديد. حضرتك قلت ان عايز الشغل على اساس علمي سليم. احنا بنقول لحضرتك احنا في فتره الاعداد احنا بننتقي الخبراء اللي هيشرفوا على التجربه، احنا بنحط البروتوكول هنمشي عليه ازاي عشان لما نبدا ما نرجعش تاني. مين عشان لما نبدا، ايوه، مفيش حاجه تعطلنا في السكه. مش عايزين نعمل بقى زي زمان ونطلع ارقام والارقام دي مشكوك فيها، واصل دقه البحث ودقه البيانات. حضرتك احنا في مرحله جديده لهذا الوطن، آن له أن يبني على أسس علمية سليمة، وننتهي بقى من مرحلة حياتك. مش عايز أقول الأرقام اللي بتيجي على وتيرة واحدة أو على أي شيء آخر. فحضرتك بتقول لي مين اللي هيضوء، يعني مين المسؤول عن هذه المنظومة؟ حضرتك النهاردة ده سؤال جيد جدا، لأنه النهاردة قلنا الحقيقة مش هتبقى وزارة الصحة لوحدها، تجميع وزارات مصر. أنا عايز وزير التعليم العالي يخش معايا، علشان رؤساء الجامعات في بداية العام الدراسي يبقى الطالب يخش يسجل لازم معاه كارت موجود فيه هو عمل الفحص ولا لأ. النهارده بنتكلم على وزارة الزراعة عشان الحيازات الزراعية، الفلاحين اللي رايحين يصرفوا بالحيازات نقول لهم عملت، يعني عايزين تعاون من كل الوزارات اللي موجودة في مصر، وزارة الاتصالات عشان تعمل معانا حملة توعية. الحقيقة يا استاذ احمد دي مش مهمة وزير لوحده، دي مش مهمة دولة. وزارة دولة. هذه مهمة دولة طبعا. كاملة كاملة، ودولة رئيس الوزراء النهاردة دكتور مصطفى الحقيقة أبدأ الدعم كاملا في هذا الاجتماع لتأييد هذا المشروع ودفع هذا المشروع. سيادة الرئيس قال انه عايز يلتقي بينا تاني في خلال الاسابيع القادمة عشان يبقى فيه مقترحات محطوطة ويتقال فيها اني وزارات، لكن انا احساسي الشخصي ان الكل مسؤول والكل سوف يتعاون والكل في قارب واحد. دكتور محمد، خلينا بالنسبة لي المراكز اللي هتفتح في القرى، النجوع، المدن والى اخره، هتجيب منين ناس او هتدرب ناس امتى وفين؟ يعني مين اللي هيدخل يشتغل عشان ياخد عينه ويعمل تحليل مظبوط ويطلع نتائج مظبوطه؟ وحضرتك عارف انه كان نتائج بتطلع وحضرتك بتشوف بعض الناس، ولما كنا بنلتقي في لندن بتلاقي النتائج متغيره، يعني مش هي اللي عندك. ده كلام محترم. خليني بس اطمن حياتك ان احنا النهارده
مش هنروح نبني مراكز جديدة ولا هنأسس مراكز جديدة. النهاردة حياتك كل المستشفيات والمراكز الصحية المتناثرة في جميع ربوع مصر هيتم تأهيلها لسحب العينات. أنا عندي شركات عالمية، شركات عالمية هتجيب لي هذه الكواشف بمئات الملايين على حساب الدولة. ده في فترة الإعداد الثلاث شهور هيبقى مطلوب إيه؟ التيم وورك اللي هدربه إيه؟ وعلى فكرة الكواشف السريعة دلوقتي مش محتاجة سحب عين الدم، ده في حاجة بالنفس، في حاجة بشكة الصباع، وبالتالي ما انتش محتاج حد عنده خبرة انه يسحب دم من الوريد. انتهت هذه القصة خلاص. احنا دخلنا في عصر التكنولوجي الجديد. النهاردة بنضع خطة عشان لما ننزل على قرية بناخد منها 4-5-6 آلاف عينة، معانا البوكسات بتاعت العينات، معانا الارقام. على فكرة كل عينة بتاعت عيان هيبقى قدامها الرقم القومي بتاعها، وكل عيان، ده بقى اللي عايز اقوله لحضرتك، هيسجل اسمه في الشبكة القومية عندنا اللي موجودة في وزارة الصحة نتيجته شكلها ايه. ممكن يحصل خطأ مع الملايين اللي موجودة، عينة يعني ولا صعب؟ خليني اقول لحضرتك على حاجة. نسبة الخطأ واردة، لكن لما تقول لي خطأ بنسبة 5% تجاوزا ل 10% قد يقبل، لكن إذا زاد الخطأ عن كده فهذا غير مقبول. النهاردة احنا بنشتغل عشان كده بنعمل فريق عمل لبروتوكول هناخد العينات ازاي، هيتم نقلها ازاي، هنعمل باركود يتقري بالسكانر ازاي، كل عيان هيتكود بالرقم القومي بتاعه، وبالتالي مع يعني انا اقدر اؤكد لك انه ما فيش 2 عيانين هيطلعوا بعينه واحده لان الرقم القومي لا يكرر. تمام. وبالتالي احنا هنضع كل المحاذير اللي تاتي بنتائج ان شاء الله نسبه الخطا فيها تكون اقل ما يمكن. طيب لكن معلش يا دكتور محمد، ان انا هدي نتائج 100% مش هقدر. طيب دكتور محمد، خلينا احنا بنتكلم مثلا بعد